السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله إحنا عايزين نعمل تجربة الكاركترستيك كيرف بتاع الليزر سورس. طيب تعالى بس نشوف إحنا عايزين نعمل إيه النهاردة. أنا عايز أرسم كيرف، الكيرف ده خدناه في المحاضرات، كيرف بتاع الليزر سورس اسمه الكاركترستيك كيرف. الكيرف ده عبارة عن كيرف اللايت اللي ماشي في السورس مع الباور اللي طالعه من السورس. طيب الكيرف ده كنا خدناه في المحاضرات، ولو نفتكر كان الكيرف المفروض ان هو عامل كده، بيطلع لينير كده بسلوب قليل لحد قيمه معينه، وبعدين يبتدي يطلع بسلوب كبير بعد القيمه دي، القيمه دي اللي هي اسمها الاي ثريشولد. طيب كنا بنقول ان السورس لما يبقى ماشي فيه كارنت اقل من الثريشولد، السورس ده شغال سبونتينيوس ايميشن، يعني شغال كانه ليد. وبعد ما الكارنت يعدي الثريشولد ساعتها بيشتغل كليزر، يعني بيحصل فيه حاجه اسمها ستيميوليتد ايميشن. طيب انا عايز ارسم الكيرف ده، يعني ببساطه عايز امشي قيم كارنت مختلفه في السورس، ولكل قيمه كارنت اشوف الباور اللي طالعه من السورس بكام. طيب فهعمل ايه؟ هعمل دايره صغيره كده، الدائرة دي عبارة عن بطارية 5 فولت متوصلة سيريز مع بوتنشيومتر بغير قيمته، سيريز مع أميتر بيقراري الكرنت اللي ماشي في الدائرة، وبعدين سيريز مع الليزر سورس بتاعي اللي أنا عايز أدرسه. وقصاد الليزر سورس في عندي باور ديتكتور بياخد اللايت اللي طالع من السورس ويقرا الباور بتاعت اللايت ده، يسنس الباور بتاعت اللايت ده، وبعدين متوصل بحاجه اسمها باور ميتر. الباور ميتر ده بيديني قرايه الباور اللي طالعه من السورس من الديتكتور بتاعي. طيب فانا هعمل ايه بقى؟ ادي الدايره بتاعتي هوصلها، هبتدي اشغل السورس، هشغل السورس وانا ظابط البوتنشيومتر عند قيمه معينه، ما يهمنيش بكام بالظبط، اللي يهمني ان انا اقيس الكرنت اللي ماشي في الدايره دلوقتي بكام. طيب وليكن الكرنت 1/10 ملي امبير مثلا. طيب عند الكرنت ده هبص الاقي الليد مطلعه لايت، اللايت ده هينزل على الديتكتور، والباور ميتر هيقرا لي قد ايه باور موجوده في اللايت اللي طالع. يبقى هاخد الريدنج بتاعه الباور ميتر، تبقى هي دي الباور بتاعه السورس دلوقتي، الباور بتاعه السورس عند لايت عند كرنت بكام؟ 0.1 ملي امبير. يبقى انا كده دلوقتي خدت قرايه كرنت مع باور، وبعدين اغير قيمه البوتنشيومتر اقللها او ازودها على حسب التغيير ده. هبص الاقي الكرنت بتاع الدايره يتغير، وبالتالي الباور اللي بيقراها الباور ميتر هتتغير هي كمان، يبقى اخد قرايه الكرنت الجديده والباور الجديد، وبعدين ارجع اغير البوتنشيومتر تاني واقرا الكرنت الجديد واقرا الباور الجديد. طيب واكرر الكلام ده واعمل تيبل ما بين كرنت وباور، والتيبل ده ارسمه المفروض ان هو لو انا مظبوط لو انا شغلي صح يطلع شبه الكيرف. طيب تعالى بقى نبص على الدايره. الدايره بتاعتي ادي الباور اللي السورس الفولت السورس بتاعي مطلع لي 5 فولت. طيب كده بشغله بطفيه، وبعدين متوصل سيريز مع بوتنشيومتر ده، سيريز معاه الاميتر، وسيريز مع الاميتر هتلاقي اللايت سورس بتاعي اهو، وبعدين سيريز معاه بس بقفل بقى الدايره، سيريز مع اللايت سورس هو الباور سبلاي بتاعي، قفلت كده الدايره. طيب فين بقى الباور ديتكتور؟ الباور ديتكتور اهو متوصل بالباور ميتر اهو، خلاص. طيب هعمل ايه بقى؟ هظبط البوتنشيومتر بتاعي عند قيمه معينه، قافل انا جاي في اخر البوتنشيومتر خالص اهو، جايب اخر خالص. طيب وبعدين هقوم جاي حاطط اللايت سورس قصاد الديتكتور، قصاد الديتكتور كده، واشغل. طيب هظبط البوتنشيومتر بتاعي عند اقل قيمه خالص، وبعدين هقوم جاي ماسك اللايت سورس وحطه قدام الديتكتور ومشغل.
طيب اول ما شغلت اللايت سورس او ما دوست على الزرار الدايره اتقفلت، يعني هبص الاقي في كرنت ماشي في الدايره، هقيس قيمه الكرنت بكام، ده نص ملي امبير او 55% ملي امبير، واشوف قيمه الباور اللي طالعه في الديتكتور بكام. طيب كده خدت قرايه باور وخدت قرايه كرنت، وبعدين اقفل السورس تاني واقوم مغير قيمه البوتنشيومتر شويه. طيب غيرت قيمه البوتنشيومتر ارجع اشغل اللايت سورس تاني اقيس الكرنت الجديد واقيس الباور الجديد، وهكذا اكرر التجربه دي كذا مره واخد قرايات كرنت مع باور. اخر ملاحظه عايز اقولها، لما طبعا في هيبقى كذا حد بيعمل التجربه مع بعض، لما تيجي تشغل اللايت سورس حد يمسك اللايت سورس كده ويشغله، وحد يحط ايده على الديتكتور ويغطيه. ليه؟ علشان اللايت اللي جاي من بره ما ياثرش على الديتكتور ويغير في القرايه بتاعه الباور ميتر. يعني انت لو تاخد بالك دلوقتي القرايه بتاعه الباور ميتر ازاي كام؟ 3%، لو شلت ايدي تبقى 15%. خلاص؟